أغلال السجون سيد الرئيس سيد الرئيس. أتسمع الأحرار حين يسألون أمرتين الشهداء يقتلون أطفالنا في الليل بعد يحلمون من ينقذ الأحلام لبنان. نعم لبنان طبعا لبنان حصل لها يعني أزمات كتيرة جدا. أولا بيحبوا الهجرة, أيضا اللبنانيين بيحبوا الهجرة ومن المهاجرين القدامى من أيام جبران خليل جبران, وأيضا بعد الحرب الأهلية يعني استنزف عدد كبير من مسيح لبنان هاجر. عدد سكان عدد المهاجرين أكثر من عدد سكان بكتير بتاع لبنان بكتير 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 قوي, أعداد متراكمة أكبر بكتير من أعداد المسيحيين في لبنان. قاعدين في المسيحيين في لبنان دلوقتي شكلوا 30-35% من ولم يعودوا قوة, لم يعودوا قوة سياسية, لم يعودوا شيئا. واحد تابع لنصر الله, واحد تابع لسعد الحريري, يعني توابع للسنة والشيعة, لم يعد لهم أي يعني حتى لو خدوا مناصب وفقا لاتفاق الطائفة لكن مناصب شكلية على ممارسة السياسة الفعلية في يد السنة والشيعة حاليا. على مدى قرن بصراحة هاجر كثير من مسيحيين لبنان وسوريا بالذات, يعني مسيحيين مصر عرفوا الهجرة. وهل هل هل فلسطين. هل هذا جزء منه بسبب الاضطهاد أم طبعاً. يعني ممكن واحد يقول هم في لا, 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 لا 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 الهجرة ثلاث أنواع. في هجرة عامة الناس بتهاجر من أجل الاقتصاد وتحسين مستواها. في هجرة استباقية, انت عارف استباقية يعني مسيح الشرق الأوسط حساسين, الأقليات دائما حساسين لأنه عارفين أول ما حد يعني يبتدي الضرب قبل ما تبدأ هم قبل الأول. ما تبدأ الموجة اسمها هجرة استباقية, اجري قبل ما أي أزمة لأنه خبرتهم كده أي أزمة عندهم قرون استشعار للأزمات, بمجرد ما تبدأ قبلها على طول يروحوا. ففي موجة كبيرة حصلت بعد ما يسمى بالربيع العربي, وموجة أثناء الحرب الأهلية, وموجة أثناء غزو العراق للعراق, وموجة سنة الحروب سنة 91, وموجة الحرب الأهلية اللبنانية. في موجات